السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الذهب اليوم في مصر 18/5/2020، ذهب عيار 24، البيع 868، الشراء 862، ذهب عيار 22، البيع 796، الشراء 791، ذهب عيار 21، البيع 760 والشراء 755، ذهب عيار 18، البيع 651 والشراء 647، ذهب عيار 14، البيع 506 والشراء 503، ذهب عيار 12، البيع 434 والشراء 431، ذهب عيار 9، البيع 325 والشراء 323، الجنيه الذهب، البيع 6080 والشراء 6040، الأونصة، البيع 1748 دولار والشراء 1747 دولار. إن أعجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.